يلا يا استاذ حمزه، مبروك الفوز النهارده. حبيبي الف مبروك لجمهور النادي الاهلي، والف مبروك لمجلس الاداره، والف مبروك للعيبه الرجاله والجهاز الفني واي حد كان بيتمنى البطوله دي تبقى من نصيب النادي الاهلي. الف مبروك ليه. حراس الاهلي دايما بخير، شفنا كابتن السناني وشفنا شريف حمزه، طمنا على حراس. لا حراس الاهلي زي ما انت قلت دايما بخير ان شاء الله، وهتفضل بخير باذن الله. والنهارده شوف عمل ماتش كبير، وكابتن شناوي الماتش اللي فات عمل ماتش كبير، وبنتمنى له السلامه طبعا، وبنتمنى له كل التوفيق في البطوله، امم افريقيا باذن الله.